كان مريم المولي سلم بالسلام زملائنا اللي سمع كل يوم خليه يسمع كل يوم. سعادة الرئيس تداخلت في مداخلة إنسانية. أنا في قضيتي ونتيجة الأخطاء الطبية آخر شيء عندي ثقب بالأمعاء الدقيقة. نصحني الجراحين بمراسلة كليفلاند كيدز وتأسيس للتقارير كل شيء علاجي هناك فقط إنه ثقب بالأمعاء الدقيقة يأتي أكثر من خيار لإغلاق الثقب. أنا تابعت على المركز الأولاني كل الوقت والآن علينا على المستشفى الأولاني 120 ألف دولار. ذهبت الرئيس الوزراء الأسبوع الماضي مرة ومرتين وبعثت آخرها يوم الخميس عن مكتب الرئيس دولة الرئيس مفروض وكنا عليه علما بإني لما جيت مريض قال لي راجعيني هاي حالة إنسانية. أنا 10 شهور مش حالة إنسانية والله ما يصل اليوم من الأيام أن نستدعي إلى نائب أن يعارض على أحلام الدولة الدنيا. أنا نعرف يا دكتورة وأن الحكومة منزلة المعارضة Thank you.